من ضمن الأسئلة، هل خريج كلية الخدمة الاجتماعية بيشتغل في البنوك بيشتغل في حالة واحدة، إذا قرر إن هو يتخلى عن مجال الخدمة الاجتماعية؟ لأنه خريج الخدمة الاجتماعية أكيد البنك مش عامل حضانة مثلا، مع احترامي يعني، أو عامل حاجة مثلا لرعاية الموظفين نفسيا. لكن لو اللي أنت مثلا، نقع على سبيل المثال، أنت خرجت من خدمة اجتماعية خلاص، قررت إنك تبعد عن مجال الخدمة الاجتماعية، فعملت كارير شيفت مجال الاتش ار مثلا، اشتغلت سنة سنتين في شركة اتش ار، وبعدين خدت مثلا دبلومة في الاتش ار، اشتغلت بعدها في شركة مثلا مالتي ناشونال في مجال الاتش ار، بقالك 5 سنين، لقيت بنك طالب حد عاوز يشتغل في اتش ار داخل البنك، قدمت، يفتحوا البروفايل بتاعك لقوا انك عندك دبلومة في الاتش ار، لو عندك خبرة، وده اهم حاجة في الاتش ار، شخصية لبقة وكوميونيكيشنز سكيلز، هيشغلوك. لكن ما تعتمدش انك هتشتغل في مجال الخدمة الاجتماعية بالمؤهل بتاعك، فيجب انك تنسلخ عنه وتبدأ حياتك في مجالات الإدارة عشان تدخل البنك. وبالتوفيق.